بس هذا دائما هذا دعاء مؤمن. اللهم ادخلنا الجنه دون سابقه عذاب ولا مناقشه حساب. يا اخي تدلل على الله واطلب. تدلل على الله واطلب. لا انا نحن نقول اللهم لا نسالك رد القضاء ولكن لا 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 هذه هذا كما تقول فضيلتك. لا انا لا لما لا تساله رد القضاء. انا اساله انا اساله انا اساله ومن لا يسال رد القضاء سواه من سبحان الله. بس انا اريد ان اقول يعني نحن في نهايه حلقه الحوض والشفاعه ان ليفرح اهل الابتلاء لأنهم الحمادون لله على كل حال وأول أول طائفة تدخل إلى الجنة. دي تركيز مهم لأن كلنا مبتلى وكلنا ممتحن. اوعى صاحب البلاء أو الابتلاء يظن أنه المبتلى الوحيد. نعم. ما في عبد في الدنيا إلا هو مبتلى. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله؟ نعم 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 نعم. لا تبلون في أموالكم وأنفسكم. أم حسب الناس أن يقولوا آمنا بالله وهم لا يفتنون. لابد من الافتتاح. لابد من ونكم بشيء. لا لابد لابد. لا نعلم للتأكيد. لا 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 لابد لابد وللتكرار. يعني إذا من يبتلى يفرح. مرحبا بشعار الصالحين. كفارة هذه. الله يرضى عنك. نعم صح. لأن أعمالنا لا تصل إلى درجة تكفير ذنوبنا. يعني ماذا تقول فضلاتكم لمسلم يتقاعس في الدنيا عن أداء الطاعات ظنا منه في أن تناله الشفاعة؟ لا لا لا. يوم القيامة. هذه الشفاعة هذا فضل تفضل من الله. على يعطيه لرسوله صلى الله عليه وسلم ليشفع. لكن ما الذي يضمن لي أنني ممن يستحقون الشفاعة؟ وإذا في نهاية شفاعة مقيدة وليست مطلقة. لا مطلقة لا مطلقة لا لا مطلقة لا. أن تقدم الآن وبعدين ربنا يكرم الحال. هنالك من يقول إن النار لم تخلق لمسلم. لا لا إزاي إزاي؟ ما جهنم دي موجودة فيه. ما الفين اللي تصفح لهم الأموال صفائح من النار تكوى بها مش عند مسلم؟ مسلم. من لا يصلي في الدنيا سوف يصلي في جهنم. وكانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. في الاخره يدعون الى السجود فلا يستطيعون. اين اسجد؟ كان عنده في البيت سجاده وعنده مسجد وعنده علماء وعنده قران وعنده ماء للوضوء يصلي في النار والعياذ بالله. يبقى ولا ايه؟ وهكذا صحيح. وبعدين اللي غلوا الامانات بتاع الناس اللي صار